لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقد قيل إن هذه الآية نزلت في الذين إذا قيل لهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ثم إذا هم يصرفون العبادة لغيره. وقيل نزلت في المنافق الذي يرائي الناس بعمله ويطلب مدحهم. وفي ذلك يقول الله جل الله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقد ذكر أن حذيفة رضي الله عنه دخل على مريض يعوده، فوجد في يده سيرا، أي قطعة جلد كالتي يسميها الناس في زماننا بالحظاظة، فقطعها رضي الله عنه قائلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالخير من الله عز وجل وحده لا شريك له، ولا راد لفضله تعالى، ولا معقب لحكمه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وهذا الإيمان الشركي عباد الله الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآيات، وكذلك الإيمان بمجرد وجود الله تعالى، ليس هذا ولا ذاك، هو الإيمان المنجي. إنما الإيمان المنجي الذي أراده الله عز وجل منا، وما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله عز وجل ربا ومدبرا ومعبودا، وأن توقن تعتقد أنه الخالق وحده، وأنه الرازق وحده، وأنه الملك وحده، وأنه المحيي وحده، وأنه المميت وحده. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.
وقد دعانا الله عز وجل إلى مأدبة الإيمان قائلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فحري عباد الله أن نجيب داعي الله تعالى وأن نهتف من حر قلوبنا: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ولنعلم جميعا عباد الله أن هذا الإيمان إذا سكن ووقر في قلوبنا فإنما خير ذلك عائد إلينا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، أي فعليها. وفي الحديث الرباني: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. عباد الله، حري إن من الله عز وجل علينا بالإيمان أن نتخوف على أنفسنا من سحب الإيمان وسلبه، وإلا فقد قال الله جل الله: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. فهذه القدم كانت راسخة قوية شديدة في الإيمان، عتيقة في الإسلام، ومع ذلك كان الزلل والزيغ والانحراف. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنه يأتي على الناس زمان يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وبيّن كذلك عليه الصلاة والسلام كيف أن القلوب، جميع القلوب من ألفها إلى يائها، بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وما سمي القلب قلبا إلا لشدة تقلبه، ولقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. فحري أن نسأل الله عز وجل الثبات حتى الممات، ولنا في الكمل من عباد الله وأوليائه وخاصته أسوة حسنة وقدوة طيبة. فهذا خليل الله إبراهيم يتضرع إلى الله عز وجل قائلا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فمن يأمن على نفسه البلاء بعد خليل الله؟ وعلى الأثر جاء يوسف عليه الصلاة والسلام قائلا: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أما سيد المؤمنين عليه الصلاة والسلام فقد كان من دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وك
وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. فإذا تخوف أولياء الله وأصفياؤه على أنفسهم فنحن أولى بذلك منهم. عباد الله، الإيمان الذي دعانا الله عز وجل إليه شمس تشرق على القلوب فتنسف وتبدد ظلمات الشك والشرك. الإيمان الذي دعينا إليه سراج ينير طريق المسافرين إلى الله، وكلما مسافر إلى الله مرتحل إلى الله منقلب إلى الله، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإيمان عباد الله أفضل الأعمال وخيرها، كما بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام لما سئل أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان عباد الله وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا وللخلق أجمعين. لما سأله سفيان بن عبد الله رضي الله عنه: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فأحاله إلى الإيمان قائلا: قل آمنت بالله ثم استقم. الإيمان عباد الله شرط الله عز وجل الذي شرطه على عباده لقبول أعمالهم وقرباتهم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. الإيمان عباد الله منبع البركات ومفتاح الخيرات ومولد الرحمات. وإذا كان الناس في زماننا يشكون قلة البركة وضيق العيش، فسبيل البركات والخيرات والرحمات هو تحقيق الإيمان في القلوب. واقرأوا إن شئتم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الإيمان مولد ومفجر ومنزل الرحمات. فرحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وفي الحديث عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الإيمان كذلك عباد الله هو مفتاح السعادة والحياة الكريمة الأوحد. فإن وجدته وجدتها، وإلا فاعلم أن باب السعادة والعزة والكرامة مغلق محكم الإغلاق. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الإيمان عباد الله طوق النجاة من لفح جهنم. يقول صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. الإيمان كذلك مفتاح سعادة الآخرة والفلاح في دار البقاء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم،
تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الدرجات العلا في دار القرار معلقة منوطة بالإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب. فقيل: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. الإيمان سبيل الأمن والأمان والسكينة والسكن والطمأنينة في هذه الحياة التي هي مفعمة بالفزع والقلق وأنواع المخاوف. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فنصيبك من الأمن وراحة النفس على قدر نصيبك من الإيمان، وحظك من الطمأنينة في هذه الحياة على قدر حظك من ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولله ضر القائل: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لا يحيي دينا. الإيمان عباد الله سبيل العزة ومفتاح النصر وبوابة الكرامة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الإيمان عباد الله هو المحول العجيب الذي يصنع المعجزات وينسف الشهوات ويدمرها تدميرا. ولك أن تتأمل أخي كيف أن الإيمان المبارك هو الذي جعل يوسف عليه السلام يتعفف عن الفاحشة في تلك اللحظة العصيبة الصعبة قائلا: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولك أن تتأمل كذلك كيف أن السحرة أول النهار لم يكن لهم هم إلا هم بطونهم وملء جيوبهم، وكان هدفهم وأسمى أمانيهم: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فما أن خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم حتى تبدلت وتغيرت أحوالهم. ولما تهددهم السفاح قائلا: لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، كان جوابهم الفذ العجاب: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا. هذه عباد الله كلمة النجاة ومفتاح السعادة: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. الإيمان عباد الله هو الذي أوقف مؤمن آل فرعون هذا الموقف الخالد، وجعله ينطق بتلك الكلمات الخالدة التي خلدها الله عز وجل له في كتابه الخالد.
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصدكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دهب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. نسأله جل في علاه أن يجدد الإيمان في قلوبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد عباد الله فليس الإيمان مجرد دعوة ولا كلمة تلوكها الألسنة إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل وله أصول وأركان وعلامات وأمارات يعرف بها ذكرها الله عز وجل في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فحري عباد الله أن نعرض أنفسنا وقلوبنا على خريطة الإيمان لنعرف أين نحن من الإيمان. يقول الله عز وجل في معرض بيان أركان وأمارات الإيمان إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال الله جل الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا في ذلك قيد أملة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وفي الحديث إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. فمن علامات الإيمان أن العبد إذا وفق لطاعة يستبشر ويصر
ويضحك قلبه لذاك التوفيق والسداد. وإذا ألم بمعصية تنقص عليه عيشه وتمررت الحياة في حلقه. فهذه أمارة فارقة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يبلى كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وعقيدة أهل السنة والجماعة عباد الله أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بمعصيته. فلزاما علينا عباد الله أن نحذر على أنفسنا وعلى إيماننا من المعصية، فهي التي تقوض الإيمان وتنخر في السوس في أركانه. حري عباد الله أن نتقرب إلى الله عز وجل كي ينشط الإيمان في قلوبنا، وأن نعلم كما ذكرنا آنفا أن خير ذلك إنما هو عائد علينا. حري كذلك أن نتقرب من أنوار القرآن الكريم، فهي التي تفجر ينابيع الإيمان في القلوب، وهي التي تستنير بها الدنيا والآخرة على السواء. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. عباد الله، علينا أن نجيب داعي الله عز وجل، ونعلم أن خير ذلك إنما هو عائد إلى أنفسنا. فيا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم من أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين وبمصر عزا وخيرا ورخاء فاجعل العز والخير والرخاء على يديه، ومن أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين وبمصر شرا وسوءا فرد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واكفهم شر أشرارهم، واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الوباء والربا والغلا والزنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.